النهارده هنتكلم عن بروتوكولات حكماء صهيون الكتاب. والكتاب ده مشهور بانه تاني اكتر الكتب توزيعا في الغرب بعد الانجيل. يعني ده ملوش دعوه بقى بالبيست سيلر وانه مثلا ستيفن هوكينج يعمل كتاب تاريخ موجز للعالم فيقعد مش عارف كم سنة بيست سيلر، أو أنه دان براون يعمل الرواية بتاعته فتظل فترة طويلة. بس لا، ده مستقر، يعني توزيعه دائم، ملوش علاقة بحكاية الكتب الأعلى مبيع. ولما بيجي في بالي كتاب البروتوكولات، يجي في بالي معاه المؤامرة اللي جوه المؤامرة اللي جوه المؤامرة. ايه المؤامرة؟ العقل الفردي او العقل الجمعي. لما بتكون الامور مستقرة، يعني لما يكون شخص، يعني انا قصدت اني اوطي التليفون قدامكم عشان بس انا شايف وجوه قهريه كتير النهارده. ايه الحكايه؟ والناحيه التانيه هي كمان، ده غزو ومؤامره. لما بتكون حياة الشخص المفرد منتظمة، كمان تفكيره بيبقى منتظم. إنما لما يكون في حالة اضطراب، ما بيكونش إدراكه للأشياء اللي حواليه منطقي. نفس الشيء في العقل الجمعي، يعني لما تضطرب الأمور لأي سبب، المجاعات مثلا زمان، وإحنا هنا شفنا في مصر مجاعات مرعبة، أو في فترات الثورة سواء في مصر أو في غير مصر، بيكون العقل الجمعي غير قادر على التفكير المنطقي، فتظهر حالات من التفسير الغيبي وتميل الناس إلى المؤامرة. يعني إيه؟ يعني هو شاف الدنيا مضطربة متبهدلة، دايما العقل الجمعي والعقل الفردي يميل إلى إلصاق التهمة بشيء آخر. يعني تحصل مثلا الثورة في مصر، فبدون مناسبة تحصل وقعة غريبة جدا، ان ناس في محافظة الجيزة يروحوا يقتلوا 3 شيعة. ليه يا عم؟ بس دول بيسبوا الرسول. انت هي مشكلتك دلوقتي اولا لم يثبت عنهم هذا، يعني وبعدين بتقتل ايه ده؟ ايوه، ما هم الشيعة دول هم سبب البلاوي. وبدأنا نشوف اهل الازهر بيعمل بيانات ضد الشيعة. وخدوا بالكم من حاجة، خطورة الاشارات الدينية هي بالضبط شبيهة لما جه المرشد العام للإخوان المسلمين على المقراشي باشا وقال ربنا يخلصنا منه، ده تصريح بالقتل. فبرضو احنا في حالة ثورة والدنيا زي ما انتوا لسه ما لحقناش ننسى، يعني عندنا شواغل مهولة.
ويجي حد يكلمك عن السنة والشيعة، مع أن آخر بلد تتكلم في السنة والشيعة هي مصر. يعني ما التدين الشعبي العام في مصر ليه شكل كده. مرة واحد في الإمارات بيقول لي هو أنتوا ليه مش متدينين في مصر؟ قلت له ده احنا أساس التدين، إيش معنى يعني؟ قال لي في واحدة بتفق معاها، يعني اللي بيسموها الهاوس كيبر، فبتاخدي كام؟ قالت له أنا باخد 6000 درهم، بس لو عايز نصلي على القرصة تزود 1000. قال لها قرصة يا ست؟ قالت له اللي هي المدورة دي يعني. قال لها دي بتاعت الشيعة دي؟ قالت له أيوة. أنا عايزني أصلي عليها ولا لا؟ قال لها أنا مش فاهم كلامك ده. قالت له السنة اللي كنت بشتغل عنده قبل كده قال لي لو صليت على دي هدي لك 1000 درهم زيادة، فكنت بصلي عليها يعني، فأنا بسألك لو. قال لها أنا سني. قالت له يعني إيه؟ قال لها مش أنت مصرية؟ أيوة يا سيدي أنا مصرية. طيب ما أنتوا سنة. طب يعني عايزني اصلي على دي؟ قال لي قلت له طب خلص لا مش عايزك تصلي عليه. وبالتالي بعيدا عن هذه المواقف الساذجه، احنا عندنا هنا بقى مواقف مرعبه. ده في ناس قتلت امام بيوتها. ليه؟ لان العقل الجمعي لا يفكر بشكل منطقي. نفس هذا الموقف تماما. ناس كتير تسألني انت ليه متقبل ابن تيمية؟ قال لهم لأنه عبقري. يقولوا لي طب والبلاوي اللي قايلها دي؟ قال لهم دي قالها في الفتاوى بتاعته. ابن تيمية كرجل أصولي، يعني علماء أصول الدين، هو بلا أي شك شخص عبقري، بس اللي حصل إنه هو عاش في فترة يعني المغول بقاياهم في الشام والصليبيين عمالين يحتالوا زي الضباع كده، مش علشان دين ولا مش دين، كل واحد عايز ياخد حتة، يعني توسع. وهو اللي بيعبر عن العقل الجمعي المأزوم، فعمال يخبط. النصيرية كفار، الصوفية هم سبب البلاء اللي احنا فيه، مع انه هو نفس الشخص ده لو كنا حركنا 100 سنة فاتت او 100 سنة بعد ما كانش هيبقى بهذا التوتر. زي بالظبط الجماعة دول، معرفش القاعدة كان اسمها برواش باين ولا ايه، اسمها ايه؟ ابو النمرس. طب ما الناس دي ما عايشه في ابو النمرس طول عمرها. وانت لو سالت اي واحد في الشارع ولا اي واحد حتى من اللي مشوا في الركاب وقتلوا الناس دي ايه الفرق بين السنه والشيعه، مش هيعرف. هو بس دول بيشتموا النبي، لا يموتوا. هذا الكلام لو قيل الان لن يؤدي الى شيء، إنما لأنه قيل في لحظة اضطراب العقل الجمعي فأدى إلى هذه الكوارث. ده مش عندنا بس، ده في كل الأمم وحتى داخل الثقافة العربية. أنا قلت قبل كده مرات كتير وبأكد إنه اللي أنقذ مصر إلى حين وأودى بليبيا وسوريا والعراق بهذا الشكل المريع، انه اللي بيمثله العقل الجمعي لما قامت الثورات دي ما كانوش موجودين. لان من بلايا القذافي وحافظ الاسد مش بشار وصدام ان هم اخلوا بلادهم
من أصحاب الرأي. ما هو يعني إيه أصحاب الرأي؟ يعني حد بيكلمك كلام فأنت تشوفه مقنع، وحد تاني يطور الكلام ده فتشوفه أكثر إقناعا، فتكون في حالة عمل عقلي. إنما لو دول مش موجودين يبقى فين الواجهة بتاعت العقل الجماعي؟ ففي مصر مع إنه كان في كل أصحاب الخطط والمصالح كانوا بيلعبوا، وانت بدأش تلومهم، ما هو انت زي غيرك، قطر تلعب ماشي، امريكا تلعب ماشي، بعض الناس قالوا اسرائيل ده في واحد جاسوس اسرائيلي طلع في برامج التوك شو، تخيلوا يعني ده في التحرير وبالعلم ومش عارف بيشتغل في المخابرات الاسرائيليه، مش كده وبس، سجل برنامجين يعني يستضيفوه يتصلوا بيه، تعالى مش عارف ايه، وعمال يحكي، وبعدين فجأة المخابرات العسكرية قالت ده جاسوس. يعني ايه ده؟ حالة الخبل دي توازنت قليلا انما زي ما قلت قبل كده كان يجي الشباب مثلا يطلع يقف في الميدان فيلاقوا مثلا بهاء طاهر معاه، يروحوا مش عارف يلاقوا فلان، مش عارف علاء الأسواني يقول ايه فيأيدوه بعدين يعرضوه، بس بيفكروا بنسبة صغيرة يعني حفظت المجتمع من الانهيار التام. هناك بقى كان في ايه؟ اجتياح. ده بالعكس بقت منطقة جاذبة لكل الناس اللي ما بتفكرش. واديكم مقياس تقيسوا بيه، احنا في مصر جالنا حد من العرب الافغان ايام الثورة، ليبيا جالها، سوريا راح لها. طيب كان ليه الفزع الشديد اللي حصل عندي يوم جمعة قندهار دي؟ وزي ما بيقولوا كان انفعالي فيه شديد، لأن لقيت لا ده الخطر، دي منطقة الجذب أو كادت تصبح منطقة. دول لما بيتوجدوا ده ما بيفكرش، بياخدش ويدي، ده عنده اليقين التام. فانت هتدور على ايه؟ ولا انت هتدور على ايه اصلا؟ ما هي كل حاجه موجوده. موجوده فين؟ في نص، ايا ما كان بقى هذا النص. والنصوص الدينيه مشكله كبيره، لانه بالذات النصوص الثواني زي ما عملنا المحاضره فيها قبل كده، هنا في اشياء كتير متضاربه، فهو ياخد واحد منهم ويقول لك الذبح فريضه اسلاميه غائبه، هتقول له ايه؟ الحديث ورد في البخاري، فيروح الجهله يهاجموا البخاري، ما ياخدوش بالهم انه الامام البخاري ده ملوش علاقه بالمحتوى، ده بيضبط السند بس. انما كان النبي في نهار رمضان يقبل عائشه وفي بعض الزيادات ويمص لسانها، هو الامام البخاري ملوش دعوه بالكلام ده، هو له ان تاكد لنا من تسلسل الرواه لحد ما وصلوا الى هذا النص. زائد ان اللي بيقول لك كده هو اصلا ما يفكرش، مش مستني رايك. ممثلو العقل الجمعي اللي يقال عنهم النخبة دول معنيين بعمليات التفكير الجمعي، بياخدوا ويدوا. فانت طول هو بيقول لك كلام، خطب، مقالة، قصيدة، ايا ما كانت، فبيحرك فيك القوى الذهنية. التاني لا، التاني بيذبح.
خدها كمان برضه كمان. ومع هذا شفنا عجائب زي الراجل صاحب القناة ده العجيب اللي هو طول عمره موجود. ولما سألت حد هو الراجل ده ايه؟ قالوا لا ده هو كده على طول. طب كان بيتكلم فيه قبل كده؟ قالوا لي كان يتكلم يجي فيعمل السهرة في القناة بتاعته بقى، فيقول لهم انا جيت احط العربية لقيت واحد واقف مكاني، هو ليه الناس مش بتحترم اماكن العربية؟ ويقعد طول الليل يتكلم في موضوع ان هو ليه الناس مش بتحترم نفسيها. بس قامت الثورة فبقى المفكر والمنظر وحرب الجيل الرابع والماسونية والصهيونية واللي مش عارف والايه، اصبحوا متكتلين والناس تسمع لان في حالة خبل، والخبل يستدعي الخبل. وبعدين يجي جايب معلومة ما وبعدين يبني عليها حاجات كتير جدا، وبعدين انا طالع لمليونية مش عارف البتاع ايه، فيجيب مثلا 500 واحد وكاميرا. طب عايز ايه؟ هو مش عايز حاجة، هو وجد الحالة مناسبة لعدم التفكير المنطقي المؤدي إلى قبول نظرية المؤامرة. فيش حاجة اسمها مؤامرة، في حاجة اسمها خطط بتلبي مصالح. يعني اللغة بتاعت الخطاب السياسي الشعب الأمريكي الصديق ده كلام، انت مش بتعمل مع الشعب الأمريكي ولا هو صديق، انت مع حكومة عايزة تأكل شعبها أحسن أكل، وانت متخلف وعندك بترول وعندك غاز فعايزة تاخده خلاص علشان هم بيأكلوا سندوتشات كومبو. طب انت بتاكل فلافل، انت مفروض ما تاكلش أصلا. فهو فين المؤامرة؟ انجلترا مش انجلترا بريطانيا العظمى لما قسمت الحدود ما كانت عارفة ان ده هيعمل مشاكل كتير، هي مصالحها كده، هي عايزة تظل الامبراطورية التي لا تغرب الشمس عن حدودها وراء البحار، يموتوا ناس في الهند، يعملوا حدود مصطنعة علشان الناس تتقاتل بعد كده. هم خطتهم كده، مفيش مؤامرة. أو إن حد عايز يوصل للسلطة فيقول لا أصله السلفيين دول متآمرين مع الإخوان. يعني إيه متآمرين؟ دول بيسعوا للسلطة بس. فإنما الكلام ده هتقوله وانت مركز، إنما انت كشخص وانت كمجتمع في حالات الاضطراب تميل بشكل تلقائي إلى إزاحة التفكير المنطقي واستدعاء المؤامرة. وده اللي حصل في روسيا قبيل الثورة البلشوفية المهولة المريعة اللي حصلت هناك. أيام القيصر نيكولا الثاني أو في أواخر عصره في اضطرابات كتير، وفجأة طلع في جورنال روسي واحد كان بيشتغل في المخابرات وبيشتغل في الكنيسة، ولما نقول الكنيسة الروسية يعني نتكلم عن كنيسة أرثوذكسية، ولما نقول كنيسة أرثوذكسية يعني بنتكلم عن ناس ما بيتفهموش، ما هو أرثوذكس يعني سلفي.
هو حتى كلمة أرثوذكس معناها إيه؟ أو الأرثوذكس أتباع العقيدة القويمة. التعريف نفسه معناه إن مفيش حد تاني غيرهم على عقيدة قويمة. طب والعقيدة غير القويمة هي العقيدة الإيه؟ المنحرفة. علشان كده الناس كانت تندهش من الأسقف المصري اللي جه قبل الثورة بست شهور كده وقال للإنجليين المسيحيين إخواته يعني إنه قدامكم حاجة من الاتنين، يا تيجوا تتعمدوا عندنا يا أما تبقوا أولاد زنا. ليه يا عم؟ عشان أنتوا مش على العقيدة القويمة. نفس التفكير ده الأرثوذكسي هو اللي كان موجود في روسيا، روسيا القيصرية. والمسيحية عموما مبنية، طبعا كل الناس يقول لك محبة، ديانة المحبة، وصحيح ان اول ما وعظ السيد المسيح اللي هي موعظة الجبل كان موضوعها المحبة، مظبوط صح. بس المسيحية مبنية على الكراهية. كراهية اليهود قتلت الرب. فتخيل ان انت بتعتقد بوجود رب اللي هو المسيح في المنظور، وان دول قتلوه، ف هيبقى نظرتك ليهم ايه؟ مش كده وبس. والاداب المسيحيه بقى والاجتهادات وشكسبير وشخصية اليهودي، كل ده عمال يغذي حالة من الكراهية المزمنة في الوجدان المسيحي. فإن كان هذا الوجدان أرثوذكسيا تكون حالة المقت والكراهية أشد. فلما يكون في اضطراب في روسيا القيصرية ويجي واحد يقول لهم بصوا كتابه، ايه الكتاب ده؟ قال لك ده كل 100 سنة حكماء صهيون بيجتمعوا. ليه؟ عشان يخربوا العالم وبيحطوا خطط. وآدي البروتوكولات، يعني محاضر الجلسات بتاعتهم. نمسك الكتاب، كتاب حوالي 60-70 صفحة كده، قطع المتوسط، في 24 بروتوكول. بيقولوا ايه؟ الاول يتكلم عن افساد الديانات، ان لازم نفسد الديانات في المجتمعات علشان الدين هو اللي هيقاومنا وبتاع، فإحنا مصلحتنا الأساسية إن إحنا نقضي على الاعتقادات علشان تبقى الناس مش متمسكة بشيء، وبالتالي نقدر إن إحنا نحكم العالم. الاقتصاد، إحنا لازم نخرب الاتفاقيات الاقتصادية وننشر الحروب، و المرأة لابد نستهدف المرأة ونفسدها، والمرأة لابد من ان اخلاقها تفسد علشان ما تقدرش تطلع اجيال كويسة. السياسة لابد من زرع الفتن، كلام كده. قال لك ايه ده؟ دول مجرمين. يا مخابرات اتصرفي. حاضر يا فندم، اتصرف ودبح. جه حد بيفهم في سويسرا وقال لهم يا جماعه الكتاب ده يعني اولا ده بالظبط في كتاب هزلي عمله كاتب فرنساوي برضو ايام اضطرابات الثوره الفرنسيه عن حوار متخيل بين مونتسكيو وميكافيلي اسمه حوار في الجحيم، ان هما الاثنين بلاوي سودا وراحوا النار عشان وحشين
وهم بقى قاعدين في النار بيتكلموا، كنا نعمل ايه، نعمل كذا ونعمل برضو كلام يعني مثل هذا الكتاب لم يلتفت اليه بعد انتهاء الثوره الفرنسيه، ولا يعد من الاداب الفرنسيه المهمه. بس الناس لاحظت ان في تطابق، ده هو ده. جه حد تاني قال لك هو يعني حكماء صهيون لما يقعدوا يعملوا المؤامرة الفظيعة دي، طب مش يكتبوا المحاضر بتاعتهم بالعبر؟ بيكتبوها باللغة الروسية ليه؟ ده حد هيتكلم بقى بالعقل. في لحظات الاضطراب مفيش عقل، وعند أصحاب المصالح مفيش عقل. فبين الحربين الناس اللي هي الحرب العالمية الأولى والثانية طبعا قتل وتشريد وبهدلة، في الوقت اللي كانت أوروبا متصورة فيه إنها في قمة عصر العقل، بيعتبروا إن ديكارت وكتير بقى من المفكرين والتحرر من الكنيسة وكده. فإذا بعصر العقل ده يؤدي إلى حروب طاحنة، إن كان عقل بلا عاطفة. فكانت فترة بين الحربين فترة نحيب داخلي على ما جرى في الحرب العالمية الأولى، واضطراب ممهد لما سيحدث في الحرب العالمية الثانية. 30-35 مليون شخص قتلوا، ففي اضطراب. هنا راجل تاني ببروتوكولات حكماء صهيون، خاصة إن هتلر طلب الكتاب ده بالاسم، ونشرت الميديا النازية إن هتلر قاعد دلوقتي بيقرأ في الكتاب ده. طبعا هتلر بيقرأ، هتلر خلص قراية، هتلر هو اللي فاهم، اذبح بقى. هو طبعا ما ذبحش اليهود وبس، الأوشيفيتش المعسكر ده بتاع النازي اللي كان فيه عمليات التصفية، كل اللي مش على هوا هتلر يهود عشان بينكفوا معاه، عشان البروتوكولات، عايزين يخربوا العالم. الشواذ جنسيا لانه هو كنازي مش شايف ان دول يستحقوا ان هم يعيشوا اصلا. الغدر، ايه الناس اللي ملهاش بيوت دي؟ يعني ايه متنقلين؟ احنا في مجتمع مديني بيقوم على المدينه يعني. فكل ده كان بيكنسه في سكته، يعني ما كانتش الحركه النازيه موجهه اساسا ضد اليهود، ولكن اليهود كانوا جزء منها، وكان كتاب بروتوكولات حكماء صهيون المزيف المتفبرك على ايد المخابرات الروسيه في الوقت القيصري، واللي تمت الاستفاده منه مع الثوره البولشفيه. ما طبعا اليسار قعد يعلنا الاتحاد السوفيتي، وكان كتير من مثقفين مصر وكتابهم ميالين للاتحاد السوفيتي قبل سنة 90 يعني. وأنا كان أيامها عندي طرح بسيط قوي، أقول لهم إن نظام بيقوم على أشلاء 2 بليون بني آدم مش ممكن يبقى كويس، مش ممكن. يعني هو مبني غلط اساسا، وكون ان الشعوب اللي دخلت في نطاق روسيا ساكته ده نتيجه القهر. وطبعا اول ما جه غورباتشوف وقال لا اللي عايز يستقل يستقل، راح مستقلين عشان فيهم ناس هناك عايزه تحكم برضه. بس شاهد الكلام ايه؟
ان القهر الشديد والتقتيل والتشريد اللي عمله يوسف ستالين ولينين طبعا عمره ما يؤدي الى خير على المدى البعيد. والثوار البلاشفه استغلوا النتاج بتاع النظام اللي كانوا هم اصلا ثائرين عليه القيصري، لان العدو بالنسبه لهم واحد اليهود، لانهم يسار فهم ضد الديانات واليهوديه دي ديانه، الارثوذكس اللي قبليهم القيصريين كانوا عشان ارثوذكس فدول قتل في الرب. وفي الحالتين طبعا ما فيش بقى فرصه ان يجي حد يهودي يدافع عن نفسه يعني، والمصحف الشريف ما احنا اللي كاتبينه ما فيش فايده، وحياتك يا دي النعمه ما احنا اللي كاتبينه ما فيش فايده، الباحثين في المراكز المتخصصه يا جماعه لا ده مش منطقي، ده مطابق لكتاب حوار في الجحيم بين ميكافيلي ومونتسكيو، مونتسكيو ده اللي عمل نظريه فصل السلطات اللي هي انه اي مجتمع متحضر مفروض يكون السلطه التشريعيه اللي بتحط القوانين مختلفه عن السلطه التنفيذيه اللي هي بتنفذ احكام السلطه الثالثه اللي هي القضائيه، وطول ما السلطات دي يعني منفصله عن بعضها المجتمع يمشي بشكل جيد. انما في وقت نابليون الثالث والاضطرابات ظهر هذا الكتاب بيسخر من هذا الكلام وبعتبرهم من أهل الجحيم. وبعدين في الوقت القيصري يظهر الكتاب المنسوخ منه، وبعدين في وقت ثورة البلاشفة هم أصلا مش عايزين دول، لأنه اليسار الشيوعي التام ما بيطقش فكرة الدين، مش علشان ماركس قال ان الدين افين الشعوب، لا، عشان هي الماركسيه ديانه. ليه ديانه؟ لانها قايمه على الايمان، الايمان بان الطبقه العامله اللي بيسميها ماركس البروليتاريا لازم هيجي وقتها وتتحكم في وسائل الانتاج في المجتمع، كانه يعني لا يفكر تفكيرا منطقيا. والسنه اللي فاتت في سنه الفلسفه عملنا محاضره عن الماركسيه والجدل التاريخي بتاعها، وعمال يقفز المرحله الشيوعيه الاولى، المرحله الزراعيه، المرحله الاقطاعيه، المرحله الراسماليه، ولازم المرحله اللي جايه تبقى الاشتراكيه الممهده للشيوعيه الثانيه. ليه لازم يا مهندس؟ اصل وسائل الانتاج بتتطور بالشكل الفلاني كذا كذا. طيب ده بقى التجربه الاوروبيه. طب في تجارب كتير ثانيه. في الاخر راح اعمل كتاب كده صغير اسمه النمط الاساوي للانتاج. بس كان خلاص المذهب اتحط وما اقدرش اضيف فيه كتير. عشان كده اتخبلت كل البلاد اللي طبقت الشيوعية، ونجت منها الصين لأنه خلفاء ماو تسي تونغ طلعوا من الفيلم ده، وتهيألي عبد الناصر كمان لو كان عاش 10 سنين كمان زي بقية الحكام العرب اللي بيعيشوا كتير دول كان هيطلع من الفيلم ده. لأن فاكر حسن عباس زكي كان وزير اقتصاد راجل كبير دلوقتي عنده مثلا 92 سنه ولا حاجه، صاحب الرئيس وكده، بيحكي لي مره انه عبد الناصر طلب منه تعديل ما في حاجه بتاعت الجامعات الزراعيه، فصلاح سالم كان اندفاعي قوي، فهم قاعدين في مجلس الوزراء قال له بس يا ريس يا جمال الاشتراكيه، فعبد الناصر بص له كده قال هو الشعب هياكل اشتراكيه صلاح ما تهدى شويه بقى.
الراجل انا ما بشكش في قصته دي، بس ليه عندي دلاله كبيره انه المشروع اليساري ايماني، فلا يطيق الايمان الاخر، وفي نفس الوقت خليط، خلط وتخليط، فيواجه ازمات كتير في التطبيق. نرجع للبروتوكولات. فجأة 12 الصحف بتاعتنا ان الرئيس جمال عبد الناصر طلب نسخة من بروتوكولات حكماء صهيون. طبعا جمال عبد الناصر طلب نسخة، يبقى نفس الوضع. طلعت ترجمات، كانت أول ترجمة منهم سنة 58، عملها واحد اسمه محمد خليفة التونسي، حتى ركيكة كده. وبعد كده بقت دور النشر تتنافس في الستينيات والسبعينيات. ليه؟ لأنه طبعا مش احنا كنا بنقول على لسان عبد الناصر سنلقي بإسرائيل وما وراء إسرائيل في البحر، حد ألقاه في البحر، مش حتى أيام الملك فاروق، مش لما أعلنت إسرائيل قيام دولتها سنة 48، مش راحوا اجتمعوا وقعدوا يجوا بالجلاليب بتاعتهم دي كده ويرفرفوا، والملك فاروق قعد في النص كده مناظر. وبعدين حصل ايه؟ مفيش حاجه. طب ليه مفيش حاجه؟ دول 200-300 الف بني ادم يعني، وانتم ملايين. قالك لا، الاسلحه الفاسده. طب ما خلاص الاسلحه الفاسده غيروها. قال لك لا، نستولي بس على الحكم الأول في بلادنا. وبدأ العسكريين اللي هم مهزومين، يعني تعرفين حافظ الأسد ده لما سوريا خسرت الجولان كان هو بيشتغل ايه؟ وزير دفاع. فأول اجتماع مجلس وزراء وزير الصحة بيقول لازم نقف وقفة ونحاسب المسؤول، راح لافف الناحية التانية راح ضرب بالقلم. كل السوريين يعني، في سوريين هنا يكونوا عارفين الكلام وهيسمعوه. وبعدين بقى رئيس الجمهورية لحد وفاته بقى خلاص، وعبد الناصر لحد وفاته، والقذافي لحد وفاته، وعلي عبد الله صالح لحد وفاته. اتقلبت بقى الحاله. انما هو نفسه علي عبد الله صالح في 2010 لا يخطر بباله كلام من ده. القذافي 2010 لا يخطر بباله كلام من ده. طب يا عمي واسرائيل دي عماله تغلب فينا، طب إذا كان سنة 48 الأسلحة الفاسدة، يقول لك تغلب فيه. أنت ما شفتش بروتوكولات حكماء صهيون؟ إيه مالها دي؟ يا عم دول عصابات سرية في العالم كله. دول متمكنين وبيخربوا العالم كله، ده إحنا أبطال لأن إحنا بنواجههم. إحنا حائط الصد اللي بيحمي العالم. طب بص شوف اللوبي اليهودي في أمريكا ماله؟ ده بيوجه كل حاجة في السياسات الأمريكية. طب ما تعمل لوبي أنت كمان. هنعمل إن شاء الله، بس هما مش سهلين. فأصبحت البروتوكولات اللي اليهود عمالين يئنوا منها ويحلفوا على المصحف ان ما احنا اللي كاتبينها، مفيش حد عايز يصدقهم،
بقت اللي هي معمولة مثلا عشان تهاجم اليهود وتبينهم بشكل المخربين للعالم، هم بيتنصلوا منها، واللي كرهنهم هم اللي بيأكدوها العكس. يبقى هي مش بروتوكولات حكماء صهيون بقى. فتكون النتيجة أن تستعمل هذه الورقة البالية الجميع الدراسات بما فيها حتى عبد الوهاب المسيري اللي ما كانش يعني كان بينه وبين اليهود مصانع الحداد، عمل كتاب عن البروتوكولات برضه شبه يعني ما فضلش إلا يقول وحياتك يا دي النعمة ما هم اللي عاملين، ما فيش حد يصدق. يظل الكتاب يطبع ويوزع وكل واحد مثقف أو متثقف يقول لك وبروتوكولات حكماء صهيون بتظهر. ويجي بقى واحنا كنا في ثورة، فيجي بقى الراجل ده يقول لك والبروتوكولات ويخبط على البتاع. طبعا الفلاحين قاعدين تحت الشجر يا نعيمة بيسمعوا الكلام، ايه يا ابني البروتوكولات دي؟ يقول لك ده كتاب ده كذا، واليهود قاعدين يوصلنا كده. وبعدين في البشر دي ده ايه البلاوي دي؟ فانا جاي بسمع حاجة لمحمود درويش أول مرة أسمعها، فلقيته بيقول إيه؟ بس ركزوا فيها عشان ده محمود درويش لما بلغ وعيه المنتهى قبل ما يموت بشوية. هو هادئ وأنا كذلك، يحتسي شايا بليمون وأشرب قهوة، هذا هو الشيء المغاير بيننا. هو يرتدي مثلي قميصا واسعا ومخططا، وأنا أطالع مثله صحف المساء. ما هي بتتصل بنتي بس راح النص، أنا على ما أروح أكون حفظتها بس أنا عشان لسه سامعها دلوقتي. يا مي أنا في محاضرة أكلمك لما أخلص. هاتي بقى النص. وأنا أطالع مثله صحف المساء، هو لا يراني حين أنظر خلسة، أنا لا أراه حين أنظر خلسة. هو هادئ وأنا كذلك، يسأل الجرسون شيئا أسأل الجرسون شيئا. قطة سوداء تعبر بيننا فأجس فروة ليلها ويجس فروة ليلها. أنا لا أقول له السماء اليوم صافية وأكثر زرقة، هو لا يقول لي السماء اليوم صافية وأكثر زرقة. أحرك هو المرئي والرائي، أنا المرئي والرائي. يحرك رجله اليمنى، أحرك رجلي اليسرى. أفكر هل هو المرآة أبصر فيها نفسي، ثم أنظر نحو عينيه ولكن لا أراه. أفكر ربما هو قاتل وأترك المقهى، فأترك المقهى على عجل
أفكر ربما هو قاتل أو ربما هو عابر قد ظن أني قاتل، هو خائف وأنا كذلك. واضحة؟ ما هي واضحة يا نشرحها. قلت لكم مرة من شهرين ثلاثة إنه مرة دعيت لروما عشان أقول محاضرة في حاجة هناك، مؤسسة اسمها هيباتية. فبيحتفلوا بقى عشان عزازيل وكده وأيامها برلسكوني كان في محاولة اغتيال أو يعني الحركات دي. فلقيتهم جايين في المطار وفي اتنين كده ضخام اللي هم يعني ايه نظام الخيل والبغال والحمير اللي تركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، في ناس كده مما لا تعلمون. قلت له ايه؟ فبقول اللي هو جاي يستقبلني، ايه ده؟ قال لي حرس. قلت له حرس ليه؟ قال لي احنا عارفين ان في مشكله حصلت معاك من كام سنه بسبب بروتوكولات حكماء صهيون. قلت له طيب وايه يعني؟ قال لي اصل مركز الجمعيه في الحي اليهودي الجتو في روما. قلت له طب ممكن تتمشي الاثنين دول؟ قال لي ليه بس ده؟ قلت له ده دول يلفتوا النظر اكتر وانا مش متعود على كده. طيب طبعا تداولنا او قعدنا نتناهد كتير في الحكايه دي وبعدين مشى. فرحت فيه بقى شويه لقاءات كده صحفيه ومش عارف ايه، وانا بص المكان حلو واسهل كده. وطول ما نازل اتمشى تحت. طب بس يا قلت له في ايه؟ ونزلت وقلت لكم قبل كده ما فيش فرق واحد. انا ما بشتغلش طبعا في المحادثات مع الناس، بس كل حاجه هي احنا هناك. البنت وهي الصغيرة العشرين سنة زي الغزالة، الأمهات زي الخيم. عجبتك دي؟ مفيش بقى الإيطاليات اللي بتلاقي الواحدة عندها ستين سنة ولسه عاملة نفسها سنيورة كده لا أم. ومحلات وقاعدين قدام المحلات لا في بيع ولا شيء عمالين يحكوا. احنا الملامح النظرة يعني خد شوية ناس من اللي قاعدين دول حطهم هناك وحط التانيين هنا ولا تحس بأي فرق. هو هادئ وأنا كذلك. راح التاني كل واحد منهم في القصيدة بينظر للتاني خلسة. ليه؟ لأن أنا عمال أبص وأنا مستغرب. عمال بقى الناس دول مالهم؟ مالهم؟ الناس دول ما عملكش حاجة بس أنا مستغرب. كل ما بقرب للصورة بلاقي كأنه مراية. عشان كده كل الناس اللي تخصصوا في اليهوديات بجد مش لعب سياسة زي حسن زازا كده، ده مفروض انه اكتر حد في الوطن العربي تخصص في شغل اليهوديات. اول ما بدأ ينبخ كده اختفى.
قطر، وأظن وقت هناك كمان، أنا ما حضرتوش، بس أساتذتنا اللي كانوا زمايله قالوا إنه كان عبقري، فجبت كتاباته. محايد جدا، يبدأ كده يقول لك بصوا أنا مش هتكلم في السياسة هنا، أنا بتكلم عن اللي مش عارف الإيه، لأنه مسكين، ما هو مزنوق وخايف، والخوف مصيبة. الطفل بيكذب على أهله لأنه خايف، والست بتكذب على جوزها لأنها خايفة، والموظف بيكذب على مديره لأنه خايف. فحيثما تحقق الخوف فمفيش صدق. فقريت له دراسة كده عن الأكل اليهودي وبتاع، وبأخرها يقول إيه يعني باختصار، لو أنت مسلم وفي الغرب ما تاكلش إلا في مطعم يهودي. ليه؟ لأنه ده المراية بتاعتك. تروح للدين تلاقي النسق الثيولوجي ونظام النبوات واحد، تروح للتشريعات تلاقي انت بتصلي خمسة وهو بيصلي خمسة، تحرك رجلك اليمنى يحرك رجله اليسرى، بس تبص في عينيه زي ما قالت القصيدة ما تشوفش حاجة، تخاف، تسيب القهوة وتمشي، يمكن قاتل، وهو ما يشوفش حاجة يمكن قاتل. كانت ايه بقى المشكلة اللي حصلت معاه من حوالي 10 سنين كده؟ كان في اخواننا الاخوان المسلمين حقهم عايزين يبقوا يحكموا، فبيرتبوا وبيشتغلوا ترتيبات اقتصادية، وكانوا بدأوا يرتبوا لنفسهم إعلاميا. في بنت صحفية ظهر بعد كده ان هي المستشارة بتاعت واحد من أقطاب الإخوان يعني في السكرتيرية، جت كنا بنعمل متحف المخطوطات في مكتبة اسكندرية، فجزء من العرض المتحفي أنا حاطط في فاترينا كده أصول يهودية وأصول مسيحية وأصول إسلامية. فهي بتقول لي دكتور أنت حاطط البروتوكولات حكماء صهيون في الفاترينا؟ قلت لها دي أول طبعة عربية تظهر منه. قالت لي بس مش مهم، ما كنتش تحطها، أنت بتعمل لهم دعاية؟ قلت لها لا، مهم الناس تشوف الكتاب. كلام عام مش حوار. لقيت جورنان اللي هي يعني بتكتب فيه منشط كبير، يوسف زيدان نقطتين فوق بعض، بروتوكولات حكماء صهيون أهم من التوراة. وتاني يوم ما كان بقى مضت المواقع بقى وتاخد من بعض وبتاع، فعشرة اتناشر جورنان تانيين مواقع. فكلمتها يا فلان، اولا ده عيب في حقي انك تقولي كده، يعني طب المتخصصين يقولوا عليا ايه؟ انا اسفه جدا يا دكتور، ده الديسك اللي عمل كده. قلت له ديسك ايه؟ والله هم اللي عملوا كده في الجورنال. قلت لها الجورنال بتاعك جورنال يومي، فقولي للديسك ان اللي عمله ده كلام فاضي عشان ما ينفعش عليكم قضيه، وبكره ينزله تكذيب. ما نزلش.
تالت يوم او رابع يوم لقيت ما يقرب من 500-600 جورنال في العالم كاتبين عن الموضوع ده. ليه 500-600 جورنال؟ لان في حاجة في امريكا اسمها ميموري، الميدل ايست ميديا مش عارف ايه كده، يهودية، ولسه المكتبة بقى تبدأ يعني ايه تسمع. فرقوا عاملين تقرير في انه انا معادي للسامية، وانه بقول ان البروتوكولات اهم من التوراة عند اليهود. كلمت عبد الوهاب المسيري، قلت له دكتور تشوف لنا ايه البلوة دي؟ قاعد يضحك، هو كان مرح كده، يقول لي اه يلا اكتوي شوية بالنيران اللي احنا مكتوين بيها، ما فيهاش حاجة يعني. قلت له انا مش هتكلم في الموضوع ده. حصل تداعيات كتير له، ما ينفعش احكيها يعني، بس اتصعب قوي الموضوع. وبدأوا العقلاء اللي عندهم مقالات، وكل الصحف الإسرائيلية تكتب، كل ده موجود على الموقع عندي في zidan.com، في باب كده اسمه يهوديات معمول من 15 سنة، في حاجة اسمها مشكلة البروتوكولات. قعدوا يقولوا لي طيب ماشي، طب اتكلم معانا، طب رد على الاتهامات، طب مش عارف. انا قلت لهم مش هتكلم الا لما الامور تهدى. مع شوية حركات كده من اللي هي مفروض بتوتر، انما لم يحدث توتر، لحد ما سكتهم. وعدى شهرين ثلاثة، رحت كاتب المقال اللي هتلاقوها في الموقع، قلت لهم اولا البروتوكولات لنا ولنتم عارفين انها حقيقية، انما التهمة بقى نفسها العداء للسامية، لنا ولنتم مصدقين ان في سام وحام والكلام ده. يعني ايه سامية؟ يعني ايه ده؟ نسبة طبعا لسام ابن نوح. سام ابن نوح ده الحمد لله مش مذكور في القرآن، فبراحتنا يعني نتكلم. انتوا اللي مخترعينه اصلا. هو يعني حد عاقل هيصدق ان الكون ده كله اتفنى وبدأ من سام؟ طب ما يبقى كلنا ساميين. قال لك لا، اصل في شعوب تانية. قلت لهم ليكن، انا اذا صحت الحكاية دي انا سامي جدا، ومن احفاد سام ابن نوح جدا. ليه؟ لاني لم اخرج من هذه المنطقة، فملامحي ولغتي وكل موروثي بيؤكد اني امتداد لسام اللي انتوا بتزعموه. طيب نجي لكم انتوا بقى، ايه يهود الفلاشة دول؟ دول زنوج. ازاي بقى يبقوا ساميين؟ طيب القبيلة الـ13 دول مغول، ضيقة كده، اللي هم اليهود بتوع آسيا يعني، دول ازاي يبقوا ساميين؟ فإن صح وهم السامية، يبقى أنا السامي، وانا اللي اتهمكم بالعداء للساميه. ليه؟ لان انتوا قعدتوا تضغطوا على العالم كله بهذه التهمه لحد ما كرهتوا الناس في الساميين اللي هم انا، مش انتوا. انتوا غربيين خالص، اهو عينكم ملونه، او زنوج، او مغول، وبالتالي انتوا العنصر بتاع كل مش نقي مش سامي. انا وبعدين هما كانوا قايلين بقى وبينكروا الهولوكوست. قلت لهم ما انكرتش الهولوكوست، انا قلت جابوا لي مقاله انا نشرها سنه 90 لما كان عندي مش عارف كام، 20 سنه في الاهرام، كان في نزل فيلم اسمه شندلر ليست، فانا كتبت مقاله عن الفيلم، قلت ان معمول كويس قوي وقدر يعني، هو طبعا تفكير يهودي، قدر يكسب تعاطف ناس كتير
من غير ما يقف عند الحقيقة التاريخية أن السيانايد اللي كان موجود في أوشيفيتش ما يكفيش لإعدام 6 مليون بني آدم. فاعتبروا أن أنا كده بنكر الهولوكوست. قلت لهم لا، جبت لهم دراسة عاملها واحد يهودي وهو رئيس مركز الدراسات العبرية في جامعة القدس، الجامعة العبرية يعني في القدس، قايل فيه انه كمية السم ده السيانايد لا تقتل، المتاحة يعني في الوقت لا تقتل اكتر مليون من مليون شخص. فقلت لهم فهم سواء كانوا مليون او ستة مليون احنا مش مختلفين ان دي جريمة، انما تعالى انا هحاسبك بقى، انا من العنصر السامي اللي بمثله، انت اول جماعة انسانية تحتفي بالهولوكوست وتمجده اللي هي حروب الرب. يعني مفيش مثلا في التاريخ الاسلامي ولا المسيحي نصوص دينية بتحتفل وتمجد ان احنا انهينا ممالك باكملها، انما انت عندك في التوراة الكلام ده موجود. فبالتالي انت اول ذكر واحتفاء بالاباده، وزعمت ان دي عمل الرب. فلما حصلت معك طلبت بثمن الدم وعمال تضغط على ألمانيا وبتاخد تعويضات لحد دلوقتي. تعال أقول لك على الهولوكوست أو حروب الإبادة اللي كانت عندنا في الثقافة العربية والإسلامية. عمر ما حد عربي أو إسلامي قبل أو طرح أصلا فكرة حق الدم، وبالتالي أنا اللي أكثر أصالة منك مش أنت. ما ردوش، وطبعا كان في تفاصيل كتير في الامر، وسكتوا ما دخلوش فيه لان هم عاقلين اعقل من العرب، مع انه هم العرب. وعلشان اوفر عليكم المشوار هنشيل ونحط وهنبحث وهنحلل، وفي النهاية هنكتشف، بس ده هنقوله بقى في الخلاصات بتاعت سنة اليهوديات، ان هم انت هو هادئ وانا كذلك، هو خائف وانا كذلك. الخوف بيولد الكذب، والكذب مناسب جدا لاصحاب المصالح، اللي عايز يحكم، اللي عايز يبرر فشله العسكري في كل الحروب معاهم، اللي عايز يستولي على قطاع غزة فيجي قتل ثلاثة عشان هم يضربوا منه. ما هو مش هيموت، ده الناس بتوعه اللي هيموت مش مهم. 2100 واحد وانتصرنا وخدنا دي ليه؟ عشان مصر قلبت، مصر صحيت، ما كانت نايمة وكويسة، وبدل حتة قطاع غزة دي هناخد سينا كلها. والتاني لهبل ده راح عمل 34,000 رقم قومي، وكلنا عارفين الكلام ده ومحدش اهتز منه. ده الجرايد كتبت انه وده البتاع المكان اللي بيعمل الرقم رفح، يلا تعالى يلا يلا يلا. طبعا ده ملاحقة ال 34,000 شخص دول معهم جنسية، ده عمل عسير. عشان كده دايما اقول ان احنا مش مستريحين قوي عشان نقعد يعني ايه نتدلع كده. لا، احنا ما عندناش اختيار الا بين السيء والأسوأ، وجزء من العقل الجامعي لازم يدرك ده. يعني الدلع الماسخ ده ممكن يؤدي الى هبوط عام
للبلد، والبلد اللي بتهبط ما بتقومش. اوعى بس ايه حد يفتكر انه لا الثوره الى الابد، مفيش حاجه اسمها كده. واحنا شايفين حوالينا يقول لك انت بتقول كده علشان تمهد للسيسي. انا لا شفت السيسي الا هي المره دي، ولا قبلها ولا بعدها، ولا في اي اتصال بيني وبينه. ومن قبل ما اسمع باسمه وانا بقول نفس الكلام، انه البلد اذا وقعت مش هتقوم. فما تخليش خرافه ولا حماس ديني اهوك، ولا ادعاء باطل بايمان انت ما بتعرفش توزنه، يدمر لك بنيه مجتمعك اللي لن تستطيع استعادتها ابدا. في حين ان انهيارها ده بيحقق مصالح ناس كتير، وبقوا دلوقتي شبه معروفين. زي النهارده طول النهار قناه الجزيره حطلنا الكاميرات عند رفح عشان الجيش بيخلي المنطقه الحدوديه. انت مالك يا قطر؟ مالك؟ هو في الدنيا حدود الناس ساكنه فيها؟ وبنين الجامع تلتينه في الحدود المصريه والتلت في الحدود اللي هي الاسرائيليه اللي هي قطاع غزه. ايه؟ عشان النفق يطلع مستريح. لا خليه يتعب بقى شويه ويحفر 3 كيلو فتبقى في فرصه انه يندفن فيها. انت بتلوم على بلد انها بتحافظ على حدودها؟ وبعدين يطلعوا الشباب، ما بقى لازم يبقى معارض عشان يبقى وجيه. ما هو جزء من الوجاهه انك تشتم الحكومه. انظر ماذا يفعله الجيش المصري عشان قبض على 2 من اللي هم بتوع انصار العباطه دي، فبيضربوه. هو العسكري ده مش بني ادمين ولا ايه؟ طبعا غلط، عنده محاكم عسكريه هو، يبقى يعدمهم بعد كده، بس ما يضربهمش كده قدام كاميرات. غلط، بس مش هذه القضيه. انا لقيت على الفيسبوك ما يقرب من 15 حد في ساعتين مشيرهم. طب عايز ايه؟ عايز ايه؟ وانا دؤوب في الحكايه دي، لان مهتم بالميكانيزمات بتاعه التفاعل الاجتماعي. نص الصفحات دي ما فيهاش حد. هو يحط صورة درافيل كده عايمة، وبعدين صورة بنت، ومسمي نفسه وردة الصباح. مالك يا وردة الصباح؟ انظر ماذا يفعله الجيش المصري. يا وردة الصباح اهدي شوية. طيب نلم الكلام بقى. في خضم الصراع العربي الإسرائيلي على الأرض ظهرت أوهام كثيرة، كان من أهمها كتاب بروتوكولات حكماء صهيون الذي يقوم بتضخيم العدو لتبرير الهزيمة ضده، وعلى العقل الجمعي أن يعي لهذه الميكانيزمات ويعرف أن العدو طبعا إسرائيل عدو في بينها وبينها حروب، بس العدو ده لم يقتل منك مثل ما قتل منك حكامك. وأظنكم فاكرين من أسبوعين ما أنا كنت بمهد للمحاضرة، فرحت عامل سؤال الأسبوع اللي هو ما حدش جاوب عليه. أول مرة ما حدش جاوب على السؤال، لأن سؤال بسيط جدا.
كام واحد من عندنا ماتوا في حروبنا مع إسرائيل، وكام واحد من عندنا ماتوا في حرب اليمن. بس محدش عارف ومحدش هيعرف. ليه؟ لأن في تعمية مقصودة. الناس تقول اللي ماتوا في اليمن 7000، واليمنيين بيقولوا ان هم 70000، وفلان قال في برنامج تلفزيوني ان هم 24000، واللي ماتوا في الحروب الأربعة مع إسرائيل 13000. وبعد واحد تاني يقول لك لا هو العكس، ومفيش أي مصدر، محدش قال لك انت مات منك قد إيه في اليمن، ومحدش قال لك الخسارة الفادحة. لأنه سواء 7000 أو 70000 دول نتيجتهم كانت الصول علي عبد الله صالح الأول، علي عبد الله السلال اللي كان يقعد يشن كده في مناخيره في جامعة الدول العربية، وبعدين غبر فجي مكانه ده أراجوز. يعني لما تشوفه هو بيتكلم ده قاعد يقول ايه، فاكرين لما كانت الجزيره فاتكم القطار فاتكم القطار، فبقول لواحد يمني في الصالون في القاهره تعبير فاتكم القطار ده، اليمن منطقه جبليه، انتوا ازاي عندكم قطارات؟ قال لي ما فيش قطار في اليمن. ما هو اي كلام. واشياء اخرى لا يجوز التصريح بها، إنما تدل على إيه ده؟ ده اللي مات جنود مصريين عشان يجي يحكم 22 سنة؟ محدش بيقول الكلام ده ليه؟ لسه عمال تتكلم على الهدوء مش عارف إيه والانتفاضة المباركة والمسجد الأقصى. انا اتكلمت طبعا يبدو والله يكون ده السبب انها ما نزلتش على اليوتيوب. ممكن اذا كان هو ده السبب يعني، او ما نزلتش، مع اني ما اتكلمتش كلام مباشر يعني، فانا وعدتكم لن تنتهي سنه اليهوديات لحد ما اعمل محاضره غالبا تكون في اسكندريه مش في القاهره عن المسجد الاقصى، عشان تعرفوا قد ايه هو خرافه واحنا عايشين فيها، وخرافه حديثه كمان مش اصيله. فاضل عندنا ثلث ساعه للمناقشات. نبدا كده، اتفضل. نعم ما بقولك محاضرة، هيبقى فيها محاضرة ساعتين. تفضل. اسمعوا بقى كويس عشان ما فيش ميكروفون. أنا مال أنا ومال محمد صبحي. أنا مالي يعني، أنا مالي، هو محمد صبحي حج عليا؟ لا، ما يعمل. ما هو عشان كده العقل الجامعي ما شاء الله عليه يعني. تعليم زي ما أنت شايف، وميديا زي ما أنت شايف. خلاص، وخناقات في الهواء يعني، لما عمل محمد صبحي فبعته اليهود يا جماعه الكلام ده، والمصحف الشريف ما احنا اللي عاملين الكتاب، وحياتك يا دي النعمه ما احنا عاملين الكتاب، محدش يكلمه.
راحوا طالبين من أمريكا أنها تتدخل لأنها بتدينا وبتديهم مساعدات. فأمريكا السفارة بعتت قالت يا جماعة الدراسات قالت أن البروتوكولات مش ده 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 مزعوم يعني وكده. هاجت بقى قدت لا أبدا إحنا الحق وظهر الحق والباطل والمش عارف إيه والقهر والعدو الصهيوني وهيصة. بس ما فيش موضوع، ما فيش أصلا موضوع، فهو معيشك في الوهم. ليه؟ لأن هو مستفيد من الوهم. إيه دور الفكر بقى في المجتمع؟ إن يطلعك من الكلام ده. تفضل. حسني جمهوري. إيه الاسم الثاني؟ حسني جمهوري. جمهوري. تفضل. شكرا. هو تصديق لكلام سيادة الجمهورية بتاع تشابه الشريعة اليهودية مع الشريعة الإسلامية، يعني تشابه كلام سيادة يعني مظبوط، بيأكدها حتى في الصلوات الإسرائيلية أو اليهودية لما بيجوا يصلوا بيقولوا إيه؟ شمع إسرائيل أدوناي مولينا أدوناي أحد. بمعنى إيه؟ أسماء إسرائيل أدوناي مولينا مولانا الله أدوناي أحد. الله أعلم. دي حاجة. المستوى الثانية برضو اللي سيادتك أصابتها بخصوص الرب، وإن هم يعتبروا الدم المراق دي قربان من الرب عشان يرضى عن الحالة بتاعت إسرائيل والوضع بتاع إسرائيل. فدي مستوى كنت عايز أشوفها. أنت أول مرة تحضر معانا طبعًا. لا أنا حضرت مع سيادتك قبل كده وفكرت بالموضوع من الساعة اللي أنا كنت بقول فيه الألم ده ممكن بيقلب منظره. تفضل. انما التطابقات اللي هي بين الديانه الاسلاميه واليهوديه عملنا لها يعني كذا محاضره. تفضل. لا بس سيادتك ركزت على نتائج التي قاموا بها السلطات، لم تتحدث عن مظاهر الشعوب التي قتلت وارتكبت مئات السنين، وقعدت سيادتك تركز على ثوره في اليمن، ما قلتش لاولادنا دول ان اليمن دي كانت قبل الثوره بغض النظر عسكريه ومش عسكريه، كان شكلها ايه؟ سيادتك عمال تركز على الشكل بعد، لما تقول لهم قبل الثوره البلشفيه. حاضر. حاضر. لحظه لحظه. حاضر حاضر. هقول لهم لحظه بس لحظه. هقول. خلاص ماشي اوكي. لا انا ما دفعش عن حد. لا انا هقول لكم هقول لكم كان ايه وبقت ايه. بس لا اليمن ولا روسيا ولا هنقول الاقرب لكم على مصر. سنة 52 كان الجنيه المصري بكام جنيه استرليني؟ 1.5. دلوقتي بكام؟ طيب سنة 52 كان نص أساتذة الجامعة المصرية أوروبيين، ونص اللي سافروا من الجامعة المصرية للجامعات الأوروبية اشتغلوا هناك مدرسين في الجامعة هناك، يعني فيش أي فرق. إن كارلو أورف جه عزف كارمينا بورانا في القاهرة، إنه التعليم والثقافة والاقتصاد والسياحة والسياسة وكل الأنشطة الاجتماعية كانت من 60 سنة أفضل من حالها الآن. أنا مالي ومال اليمن بقى؟ نعم؟ طب ولما بقت متاحة للجميع حصل إيه؟ بقى ملهاش معنى. خد بالك إن لما نقول التعليم كالماء والهواء دي عبارة نبيلة من عبارات
تصير. هو مش عايز جموع الشعب تبقى جهلة، لازم تتعلم. بس هو يعرف طه حسين وغيره يعرف ان العلم ما بيطورهوش الجمهور. تاريخ الانسانيه كله كده، في افراد نخبه، دول المتفوقين ذهنيا، دول الاغنياء قوي وحابين العلم، دول اللي الحكومه بترعاهم، انما ايا ما كان يعني نوعهم فهم دول اللي بيطوروا العلوم والمعارف. انما تبقى مجانيه التعليم نوع من الترضيه الحكوميه للفقراء عشان تكسب ولائهم بالفلوس اللي خدتها من الاغنياء. نعم نقول لهم في جارو. طب بس بناخد وندي، بناخد وندي. هنقول يا سيدي، هنقول والله هنقول. ماشي لا خلينا نبدا في جارو. زواج في جارو ده اوبريت عامله العبقري موتسارت. بيحكي عن ايه؟ انه واحد فلاح فرنساوي اسمه فيجارو اتجوز بنت، او هيتجوز بنت، بس بيحبها جدا، والاقطاعي له حق الليله الاولى، يعني هو اللي يخش عليها الدخله يعني. ففيجارو مش عاجبه الحق، الاوبريت الغنائي داير في الحته دي. هل حدث في تاريخ مصر من ايام الملك مينا حتى محمد مرسي والسيسي عرفت هذه الارض حق الليله الاولى؟ طيب ما الاقطاع؟ الاقطاع باي ديفينيشن، يعني بالتعريف المعجمي له، هو ان يمتلك شخص الارض وما عليها. امتى مصر عرفت الإقطاع؟ إمتى كان في عندنا حد بيملك الأرض ومن عليها؟ لما حطونا في كتب المدارس أهداف الثورة القضاء على الإقطاع وأعوانه، ما حدش سأل يعني إيه إقطاع. فحضرتك وأنا متحمسين وبنحب فكرة الزعيم الفظيع، ومش شايفين النتائج، ومش شايفين الدلالات، ما رجعناش نفسنا. هو فين الإقطاع اللي احنا هندي؟ هنعمل ثورة علشان نقضي عليه؟ الإقطاع مش موجود. المرة الوحيدة اللي حصل فيها إقطاع في تاريخ مصر أنا أقول لك عليه، حصلت في زمن الخليفة عمر بن الخطاب. ليه؟ لأنه كان في العصر النبوي واحد عبد سيده عقبه فعمل عينيه، اسمها سمل عينيه. السمل ده نوع من العقوبات اللي كانت معمول بيها في الازمنه اللي فاتت، ان يجيب قضيب حديد يسخنه جدا وبعدين ما يلمسش الوش، يقربه منه جدا فتجف العين، فهو يبقى كده بس هو مش شايف خلاص. ليه؟ لان العصب نفسه اتحرق. فراح الرجل اسمه سندر، راح للنبي وقال له الرجل عمل كده، قال له فأنت حر خلاص، ده كده صك حريتك. وقاعدة إسلامية إن أي واحد يسبب عاهة مستديمة في عبده فهذا العبد حر. فقال له طب انا رسول الله حر ولا مش حر؟ انا هروح فين؟
انا باكل هناك وانت عميد دلوقتي. قال له خليك قاعد في بيت النبوة كده في الحوش يعني يعمل بركة وخلاص. فلما توفي النبي لحق بأبي بكر، فلما توفي أبو بكر بعد سنتين راح لعمر، قال له عمر أنا، قال له زي ما أنت عايز، عايز تقعد عندي في البيت زي ما كنت قاعد معاهم كنبه، عايز تروح حتى تانية؟ قال له عايز أروح مصر. قال له ليه مصر؟ قال له لأنها أرض ريف. أرض ريف يعني حنينة، يعني زرع. فأقطعه قطعة من الأرض اللي هي دلوقتي اسمها في القاهرة ميدان ابن سندن. دي المرة الوحيدة اللي حصل فيها إقطاع لشخص على أرض خالية، إن يا جماعة ده هو وعياله، عشان كده احنا بنقول ميدان ابن سندن، هو وعياله الحتة دي بتاعتهم. إنما عمرو بن العاص ما أقطعش، العصر الولاة ما أقطعوش. نعم، انت ليه انت 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 ليه بالراحة؟ خد بالك، كملني قول انت. الله، طب محمد علي وحش. طيب طيب ماشي، الولاد دول هم اللي الخير فيهم حضرتك، الجيل بتاع حضرتك هو اللي دمر البلد دي. اتفضل يا دكتور، يا دكتور اللي في ربطك كده، اتفضل. انت مش كنت رافع ايدك وقلت لك هنمشي كده؟ الصهيونية موضوعها الأسبوع اللي جاي في القاهرة. خد بالك، أنا علشان الموضوع كبير فبقسمه معتمدا على إن اللي من هناك ما بيحضرش هنا بيشوف الفيديو، واللي هنا ما بيحضرش هناك بيشوف الفيديو. اللي حصل بقى، ما أنا هعمل إيه؟ طيب هو أنا يعني بنا ومناول، هعمل إيه؟ طيب يعني لو قلت لك لو ما نزلش هن هن هنقول الكلام تاني. ودايما بعمل كده، انه يبقى مصر بدي فكره عن اللي قلته في اسكندريه وبكمل، وانتوا هنا بوصل دايما باللي اتقال هناك، عشان احنا في النهايه عايزين ايه؟ عايزين نكون وعي. انا بقولش وحي يا سيدي، بقول بعض الحقائق. طيب ضف لي انت حقائق ثانيه، يمكن انا غلطان. نعم، لا ما انت لو اي حد أصغر الموجودين سنا ومقاما قال لي معلومة هكون مبسوط بيه، ملهاش دعوة بالمكان فين المكان. فبالتالي أنا بكمل، يعني في علاقة تبادلية بين وزي ما عملنا السنة اللي فاتت في آخر السنة بنيجي ونقول طب خلاصات، يعني كنا هو احنا كنا بنتسلى، احنا بنبني وعي عام. فعملنا محاضرات في اللي انت بتسأل عليه. لا 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 لا، خلي كلامك معايا، لان لو قعدت كل واحد يعقب على التاني مش هنخلص. اتفضل. سمعت لكم بعد من الاحكام لحد دلوقتي انت المفروض كتاب بروفيلات شكل مقصه هدول مدسوس على هدول. ليه لما حضرتك لما نعمل متحف المخطوطات في مكتبة اسكندرية حضرتك تصرف عليه، حبيت ان الكتاب ده يبقى موجود رغم انه مدسوس عليه؟ علشان هم كانوا ثلاث فاترينات، كان التصميم بتاع المتحف كالتالي، ان انت اول ما تخش من الباب طريقة عرض كده معينة، بتشوف ثلاث
مخطوطات بشكل ضخم جدا، معمول لهم نظام اضاءه معين، فبتشوف التوراه وبتشوف الانجيل اقدم نسخه عربيه وبتشوف القران في نسخه بديعه جدا كتبها ابن البواب. اول ما بتبدا المسار في فترين اسمها يهوديات، يعني ما يتعلق، ففيها اللي هو التابوت النظام بتاع كتابة التوراة ده، وفي توراة، في شروح على التلمود ما يخص الثقافة العبرية، وفي البروتوكولات أول طبعة عربية. ليه؟ لأني بجيب اللي هم التور جايد، كان في حوالي 12 أو 15 ولد وبنت، كل واحد منهم بيعرف 4 لغات، بقعد معاهم يعني بيقولوها في الجيش ألقنهم، بس أنا محبش الكلمة دي، بس أقعد أشرح لهم الحاجات عشان هم يشرحوها للناس. فهم دول اللي لما أنت بتيجي بقى تزور المتحف، فبتخش فالولد أو البنت باللغة بقى بتاعتك بيقول لك وده كذا وده الشكل كذا وده الكتاب اللي هو نسب إلى كذا، بس الدراسات قالت. وبعدين بتنقل بعده على الأناجيل، إن ده أبوكريفة يعني مش معترف بيه، ودول الأناجيل الأربعة، ودي النسخة اللي موجودة في سانت كاترين اللي هي أقدم نسخة عربية. تنقل على الإسلاميات، إن دي أقدم نصوص عندنا في التراث العربي وليها مخطوطات. وبعدين بتكمل بعد كده بقى للرياضيات، هتلاقي فيها كل الديانات، مسلمين وعرب وفرس، علشان اللي داخل متحف المخطوطات، ما المتحف ده مكان للتثقيف، هو مش مكان للفسحة. فيبقى في خطاب أو اللي بيقولوا عليه بالإنجليزي ديسكورس للمكان، بقول لك فيه إنه آدي الثلاث مجموعات عقائدية كبرى اللي أنا شايف إن هم حاجة واحدة، إنما ده العلم أهو اللي الثلاثة مشتركين فيه أو الثلاثة عاملين. كانت هذه الفكرة. طبعا ما تمتش، لأن راح الأفندي الساعة 12 بالليل فتح البتاع وشاله من ال تفضلي. ما طب بعد تفضل. لا خلاص اوكي. على فكرة أنا لحد السنة اللي فاتت كنت ناصري. وبعدين أمنت بالله. طالع شوف اي واحد من الشباب دول وقفه كده هيكتب لك الحاجات ويقول لك تعمل كده. نعم ده الموقع، لكن الصفحه على الفيسبوك انشط. تفضلنا دماغك بقى عشان تخش تلاقي حاجات كتير، كل شويه في حال وشده ويعني ما يحدث الآن في المنطقة العربية. لا ده موضوع تاني. ما نقدرش. في آيات كما يقال مش عارف في غير الأمر. في مصالح وخطط. عادي. في آيات بتعرف. مصالح وخطط. بس. فكل واحد عنده مصلحة بيحاول يطبقها. يعني مثلا حاليا
بريطانيا العظمى ملهاش مصالح قوي، فمش باينه في الصوره قوي، عشان بس مدام ناديه ما تزعلش عشان هي. انما امريكا ليها مصالح كتير فبتلعب كتير. اسرائيل حاسه ان ده الدنيا تتطربق كلها ولا احنا نروح في الرجل، فسكت شويه وسابك تخش سينا. انت مش ماضي معاهم انك ما تخشش. اكتر دوله دعمت مصر بعد 2011 هي اسرائيل. ليه؟ مش عشان بتحبنا، عشان مصلحتها ان لو تفاقمت الظواهر دي وداعش بدل ما كانت في سوريا كانت في سينا، احنا الاثنين هنبقى في نفس المصيبه. فعشان هم عاقلين مش زي الاتراك، قال لك لا يا عم سيب كامب ديفيد دلوقتي بس على جنب، خش خلص. مين اللي ادانا الجثث بتاعت اللي قتلوا الجنود ال 17 في رفح؟ مش عشان سواد عينينا ولا عشان احنا بنحبهم ولا بندافع عنهم، احنا مش دي دول ليها مصالح. فهم مش مصلحتهم ان يبقى البؤره الارهابيه اللي هي على شكل داعش موجوده في سيناء. في مقابل ده الاتفاقيات الدوليه عامل نفسهم مش واخدين بالهم. من امتى في لواءات جيش بيخشوا سيناء؟ من امتى في طيران حربي بيحلق في سيناء؟ من امتى في مشاه وصعقه؟ اخر حاجه تخش لك في سيناء بموجب الاتفاقيه هي الشرطه. مفيش جيش. بس الناس شافت انه طيب ما مصر مش حبيبتنا وكل حاجه، بس يعني كمان احنا مش هنضحي بنفسنا. بس فالعدو العائل ده يعني احسن من يا ما سمعنا من البتاعه والاخوه. في بلاد جنبنا عربيه تتمنى ان مصر تنهار وتسعى لده. ليه؟ لان مصلحتها في كده. اول ما انت تصحى يقول لك ايه حلاب وشرب، لا يا عم بتاعتك خلاص اتفضل. بالنسبه لحادثه انتفاضه للشيخ الشهيد حسن شحاته وقت الثوره، حضرتك قلت ان ده الاضطراب الثوري هو اللي خلى الناس تقتل الشيخ يعني واحباه، بس هو وقتها الاخوان قالوا ان الاجهزه الامنيه المواليه للعسكر او نظام المفرط هم اللي قتلوه، وهم فعلا اللي كانوا بيحرقوا الكنائس. فالاضطراب الثوري كان فعلا الاجهزه الامنيه المواليه للنظم الفاسده، بس ما كانش لازم شعبي نبقى لدرجه شكرا. طيب يبقى اللي حضرتك بتقوليه هو اللي انا بدات بيه، إن في أزمنة الاضطرابات يصبح العقل الجمعي ميال بشكل تلقائي إلى قبول فكرة المؤامرة. فزي ما حضرتك بتقولي دلوقتي إنه اللي قتل الثلاثة الشيعة دول فابو النمرس أمن الدولة، ونسي حضرتك إن أمن الدولة كان مش موجود في الوقت ده، الجهاز نفسه كان اتحل. هو رجع تاني بعد 30/6. طيب ناسي حضرتك ان مبارك المليون مرة بقول كان حاكم رديء ودنيء الهمة ومش قادر يفكر، بس هو مش الشيطان. في عيوب لا حصر لها بس في بعض المميزات، وقلت الكلام ده في عز الوقت الثوري في القاهرة، وقعدوا البنات في ساقية الصاوي الثائرات بكوا لأن صعبان مش قادرين يعرضوني أو مش عايزين يعني يعرضوني، بس صعبان عليهم الكلام ده. والإعلام أيوة مبارك 176 مليار دولار في سويسرا، أقول لهم مش صح، وارسم لهم في الخرائط كده والدوائر وإن دي دايرة كذا ومتداخلة مع دي، وتعقلوا ومفيش ثائر في المطلق، وما نقعدش نلقي نشغل مخنا عشان البلد ما تضيعش. ده الطريق الأصعب. الأسهل إن احدف
على البروتوكولات، احدف على امن الدوله، احدف على المش عارف، بس مش هيدينا الحاجه. تنامي التفكير التآمري او التفسير التآمري للاحداث مرتبط باضطراب الواقع العام. ده اللي انا قلته. اتفضل من الاول. لحد ما الرئيس السيسي يعمل الحاجات اللي أنا نفسي يعملها. أولها يقطع العلاقات مع قطر وتركيا. ثانيا يكف عن اللعبة المبتذلة بتاع إن الحكم السياسي يبقى هو المتملك للخطاب الديني، لأن مفيش حد عمل الحكاية دي إلا اكتوى بنرقى. لحد ما بموجب التفويض اللي خده من الناس والسكوت اللي احنا بنسكته على بعض التجاوزات يقضي على ظاهرة العنف الديني. لما ده يحصل وانت تطمن على مجتمعك نقعد بقى نتكلم. قتلوا مين؟ لا يعني دلوقتي الناس اللي في سينا دول من اسبوعين قبل الجنود دول شفناهم في الفيديوهات اللي هم اللي نشرينها، جابوا ثلاث اشخاص وراحوا قاطعين رقابيهم كده وايه كده خلاص دول قتلوهم. طب ايه بقى؟ طبعا الميديا دلوقتي او اللي حوالين السيسي او حوالين النظام مش اي حد بيعرف النظام حتى لو كان عنده بيكون في تروش. لا بننقد، لا بننقد النظام. انا مقالتي النهارده في الاهرام اللي هو اهم جنرال بقول فيه ان الاضطراب اللي حصل واجهاض الثوره الثقافيه كان بفعل المجلس العسكري. هو كان مش السيسي ده عضو المجلس العسكري ولا ايه؟ ولا حد حذفها من المقال ولا حد كلمني ولا ليه كده ولا مش ليه كده. فين العنف؟ احنا مالنا بقى انه لما جه القاضي حكم على ال11 بنت بتوع 7 الصبح كتبت المقال بتاع عصر القضاء المصري وقلت لهم غلط. لا يجوز التعقيب على، بس غلط، دي بنات صغيرة. ونفس الشيء قلته على مهي نور المصري. ليه؟ عشان اخفف من درجة العنف ده. انما المفكرين المصريين قل لي اسماء. للأسف فين صمتهم؟ ما احنا قاعدين بنتكلم اهو. احنا بنتكلم من هنا وحضرتك عشان نسمع حضرتك فاكر. انما اللي بيطلع على الميديا والناس اللي بتطلع اللي بتتصدر دلوقتي هي محتاجه مصدرها ما قبل ده موضوع تاني. ده موضوع تاني. في ناس مبتذله كده يعني ما بتتكسفش. ما موضوع عادي يعني. ما اي مجتمع ما هو في يعني اراذل الناس عادي. تفضل. تجاوز. وفي اغنيه بس بالنسبه للسنه القادمه عديت خلاص بس لسه ما قلتش. ممكن حضرتك يعني استسمع حضرتك ان انا اقول اغنيه ان يكون الموضوع في موضوع السنه الجايه الفكر في مصر. ما اعرفش هتبقى ازاي، بس ما دام انت طرحت الموضوع السنه الجايه هتبقى سنه المفاهيم. يعني ايه سنه المفاهيم؟ احنا بنبني افكارنا على تصورات اساسيه. لو ما ضبطناش التصورات الاساسيه دي من حيث اللفظ المعبر عنها ومن حيث البناء الفكري بتاعها بنبقى
زي نزلاء مستشفى المجانين. فممكن يبقى في إحدى المحاضرات بتاعتها نتكلم عن مفهوم مصر القديمة. على نقطة إيه؟ هل فعلا الفلسفة بدأت من الحضارة اليونانية ولا كان لها صلة بالتكامل؟ لا، الفلسفة يونانية. في آراء مختلفة عن كده. الفلسفة يونانية، إنما الحكمة إنسانية. في آراء بتقول إن الفلسفة بدأت بالفعل في مصر القديمة. لا. فهل في يكون في نقاش فعلي؟ لا. فحاجة زي كده ولا لا؟ الفلسفة هي حركة العقل الإنساني لإيجاد تفسير للكون بعيداً عن التفسير الديني. وده حصل في اليونان عشان هيمنة اليازة على العقول دي ما عجبتش الفلاسفة، فعملوا تفسير آخر للعالم. فطاليس قال لا، بدأ من المية، ده مبدأ مصري. بس ما كانش في مصر معمول للرد على التصورات الخيالية بتاعت العقيدة، لا، ده كان معمول عشان يأكدها، إنه أمون رع المرسوم ده في شكل قرص الشمس المجنح اللي جت بعد كده في التوراة في سفر التكوين في بداية الكتاب على طول أول آية. في البدء خلق الله السماوات والأرض وكانت الأرض خربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة وروح الله يرف على وجه المياه. التصور المصري القديم. بس ما كانش في مواجهة الدين، لا، هو كان متطابق مع اللي بيشوفوه المصري القدماء قبل عصر الأسرات، إن منطقة الدلتا منطقة أحراش ومستنقعات ويوم بعد يوم بتنشف فبيظهر الوجود من الماء. إنما الفلسفة كمعنى اصطلاحي هي يونانية، يعني ما مش هننسب كل حاجة لينا عشان نبقى حلوين. فكرة نزل جديدة هي هل احنا ما نستحقش بالفعل ان احنا نناقش فكرة زي كده؟ ازاي ما نستحقش؟ ده هيرودوت أكبر مؤرخ في تاريخ اليونان قال اليونان عياله المصريين. طب احنا عايزين نوضح التباطؤ. ما هو واضح أهو، بقول لك هم اللي بيقولوا كده. هو احنا ما نعرفش أغلب الحاجات دي، ما نعرفش. يمكن في مرة نعمل حاجة عن مصر القديمة أو مفهوم مصر القديمة، لأنه عندك حق. طب وهل هل حضرة الفلسفة أمني أفسر فكرة فلسفة مصر القديمة في إطار الفلسفة اليونانية؟ مشكلة أنا بفسر شيء قديم بناء على مستصطلح. يا سيدي ما أنا قلت لك لا، الفلسفة يونانية، فهتقول لي أقارن بين الفلسفة المصرية؟ أنا فكرة بشكل عام هل كان في بالفعل؟ طبعا. طب ايه الغلطه وايه؟ حاضر نعمل فيه محاضره. نحن نبحث في نزول الاشياء نتبع مصيرنا زي ما نهتم ببعض. ماشي كويس، اتفضل هنجي لك اللي فوق. زي ايه؟ كتاب ايه؟ البروتوكولات؟ اللي يقرا الكتاب اللي يقرا الواقع يجد فيه تطور شديد. يعني انت عايز تقول ان البروتوكولات كان بيتنبا بالثورات العربيه؟ قوي يعني، هل تنبا من فتره 100 سنه كان قوي على الدوز ده؟ اولا البروتوكولات ما فيهوش اي سيره لبلادنا دي. ما هو بيقول لك اعمل فوضى، ما قالش ثورات، اعمل فوضى عشان تخرب الاقتصاد. طب ما ده كان موجود في المغول مثلا، في الاجتياح المغولي للعالم، ما هو خرب الاقتصاد. ايه دلالته يعني؟ انت عايز تقول ان هم انبياء بيتنبؤوا؟ لا لا لا، طيب تفسير حضرتك بقى. مفيش تفسير، مفيش تطابق، مفيش تطابق. معروف في تاريخ الإنسانية إنه في حالات الاضطراب العام بيحصل انهيار اقتصادي وأخلاقي. بس
كونك بقى واحد حاطط ده على لسان شخصيات افتراضية انت بسميهم اولا مفيش في اليهودية حاجة اسمها حكماء، في ربيين وفي حخامات، فحتى اللي هو يعني مزور الكتاب مش دارس قوي وما تعبش نفسه، يعني كان ممكن يجيب واحد يديله قرشين يكتب له الكتاب بالعبري وهو يترجمه للروسي، انما هو حتى ما تعبش نفسه في كده. اتفضل يا استاذ اديله بعده. حضرتك في الكتاب اللي هو بتاع دولات التدين كنت اتكلمت في مقاله كده عن ان الترجمه في حد ذاتها بتكون نحيف، فانا عايز اسال حضرتك هل التشابه بين الاديان اللي حضرتك اتكلمت عنه من شويه واتكلمت عنه قبل كده في المحاضره، هل التشابه ده موجود بعد التحريف او الترجمه ديت ولا ده يعني موجود من الاصل؟ بس انا يعني مش مقتنع ان هو موجود حاليا. ايه هو اللي مش موجود حاليا؟ التشابه اللي حضرتك اتكلمت عنه بين الثلاث اديان بالذات اليهوديه، يعني حاسس ان في اختلاف حتى في الذات الالهيه ذات نفسها. بص واحده واحده، اولا العباره اللي انت بدات بيها دي عباره موجوده انه كل ترجمه هي خيانه للنص الاصلي، ده موضوع، وانا في اللاهوت العربي ما اتكلمتش في الحته دي، انا اتكلمت في انه البنيه العقائديه واحده. لو انت قارنت بين الديانه الواحده دي اللي هي يهوديه مسيحيه اسلام وبين الزرادشتيه مثلا الديانه، هتلاقي فرق اساسي. لو قارنت بينهم وبين الطاويه هتلاقي فرق اساسي. البناء العقائدي مش واحد، انما تيجي عند دول لا يمكن تفهم واحد منهم الا استذا للباقيين، لان هم بنيه واحده. يعني الفكر مثلا ان القصه اللي في التوراه بتاعي مثلا التفاح او يوم السبت الكلام ده حضرتك شايف يعني ده دخيل على التوراه؟ يعني ايه دخيل؟ يعني هم المفروض الثلاثه يكونوا بيكملوا بعض حسب كلام حضرتك. الثلاثه شيء واحد له ثلاث تجليات بحسب اختلاف الازمنه، بس البنيه المجرده ليهم واحده. يعني فكره بدايه الخلق اللي انت بتقول فيها دي موجوده في التوراه وطبعا موجوده عند المسيحيين وموجوده في الاسلام، انه ادم اطرد من الجنه مع تفاصيل. الاسلام كان يعني اكثر انسانيه فما حملش الحكايه قوي على المراه. اليهوديه كانت اكثر تطرفا ضد المراه عشان ظروفهم. قال بصراحة ان هي اللي قالت له خد ومش عارف، ولما جه الرب ناداه قال له انت عملت ايه يا ادم؟ قال له مش انا اللي عملت، المرأة التي جعلتها معي هي التي قالت لي. كان يعني بيتصرف بطريقة ما انا مش عايز اقول كلمة وبعدين نلاقيها تاني يوم بقى مكتوبة. المهم انما في القرآن هتلاقي ايه الكلام عليهم هم الاثنين. تعال بقى شوف ميش وميشانة في الزرادشتية المبكرة، لا حاجة تانية خالص. ما هم اليهود جايبينها منين؟ ما من هناك، من الأسر البابلي. طيب روح بقى للطاوية، ما فيش الموضوع ده أصلا. روح للعلم مش تلاقي الكلام ده أصلا، هتلاقيه هنا في الدائرة الثلاثية. وأنا ليه بقول كده على فكرة؟ عشان أفهمك إنه الصراعات مصنوعة موجهة، هي مش حقيقية. هي زائدة في العقلات. نعم؟ طيب هو ده اللي بتقوله. اتفضل يا استاذ. السلام عليكم. ده سؤالنا الاخير على فكره. ده مش سؤال سيادتك. امال ايه؟ اعوذ بالله. اتفضل. بشكر سيادتك على النبوه القيمه
مستفيد من افكار سيادتك برغم يعني اختلاف الراي لا يفسد للود القضيه. سيادتك عندك سعه صبر كبيره وعقل سيادتك يعني بيتفهم بكل راي ده. بشكرك على ايه سيادتك؟ انا مش هتكلم على البروتوكولات لان انت حضرتك قلت ان هي مش هي يعني مزيفه تقريبا. بعد اذنك اتكلم على المذبحه اللي حصلت الاسبوع اللي فات. حاجات في النقاط الصغيره جدا جدا. لا اسمح لي، ما عندناش التقليد ده. لا معلش، احنا في سنه اليهوديات ودي محاضره عن البروتوكولات واحنا يعني مش ناقصين تشتت. فموضوع لا موضوع المذبحه ده يبقى له جلسه ثانيه. ما ينفعش. لا خلينا نركز على نقط محدده عشان نطلع بشيء. انما الموضوعات ما بتخلصش، انما احنا في خيط معين خلينا نتمه. في حضرتك لسه بتتكلم عن اسرائيل سمحت لنا تخش سينا ليه؟ لا عشان ده سنه اليهوديات فبنجيب سيره اسرائيل. طب ناخد الاستاذه وتبقى اخر المتحدثات. خلاص بقى عشان الوقت تجاوز. اتفضلي. لا فيش الكلام ده عندنا. احنا عندنا مفهوم الانسان. يا رب يبقى كلهم ستات يكون احسن. لا مش اخطاء اللي بيرفع ايده بنديله الكلمه. طيب السؤال يعني انا كنا هنا الارض مش محدثه قوي، انما هو يعني احنا لو سيبنا الارض دي لاسرائيل، هل معنى كلام حضرتك انه هي اسرائيل؟ هو انا قلت نسيب الارض لاسرائيل؟ انا بفترض ان احنا لو عملنا سلام كامل وسحبنا خالص فلسطين دي يعني للاسف فلسطين مش خالص من الارض، هل اسرائيل لم تطمح لاكثر من ذلك؟ يعني هي بس هي عايزه وطن ولم تطلب التردد يعني تتمدد فين؟ لو عايز افتراضي يعني تتمدد فين؟ ما عندهاش عدد. لا التمدد ده يعني حرفه يعني استهدف على ايوه تعمل. هي ما عندهاش عدد يكفي. ايه؟ اه لا خرافه يعملوا بيها بلد. لا وعد الرب، وعد الرب في التوراة بيقول لنسلك يا إبراهيم أعطي هذه الأرض من النهر إلى النهر الكبير نهر مصر. ودي كانت أول محاضرة عملناها أو تاني محاضرة في سنة اليهوديات وقلت لهم وبرضو بتوع ممر دول اهتموا بيها ونشرها في كل العالم إنه احنا بنتخانق على إيه؟ ما هو لنسلك يا إبراهيم، وإبراهيم بحسب كلامكم خلف إسحاق واسماعيل، واحنا العرب بحسب كلامكم اولاد اسماعيل، وانتوا بحسب كلامكم ولاد اسحاق من يعقوب. لحظه بس لحظه. وبالتالي فالوعد الالهي متحقق اهو زي الفل. من النيل للفرات مش هتلاقي الا يا عرب يا يهود. وفي محاضره تاليه لما تقدمنا شويه بس كانت في القاهره بينت ان هم اليهود دول اصلا من الاجناس العربيه، وان اليهوديه ليست ديانه. اليهوديه انتماء عرقي قبلي اتعملت له ديانه بعد 500-600 سنه عشان تظبط الامور بس. فاحنا بنتخانق على ايه؟ نعم بالنسبه للعقيده اليهوديه هم بيعتبروا الذبيح عندهم اللي هو طيب هنتخانق عشان دي يعني. طب ايه رايك في ان الامام الجليل عبد القادر الجيلاني المتوفى سنه 561 ولم ينتقده عالم واحد طول تاريخ الإسلام، حتى ابن تيمية امتدحه وشرح كتبه. الإمام عبد القادر الجيلاني في كتابه الغنية بيقول إن الذبيحة هو إسحاق. إيه بقى؟ اللي مش عارف. كل تفسيرات ومفاهيم دينية فيما يخص سيدنا
يا سيدي ما هو عالم دين اهو. طب نذبح بعض عشان احنا مختلفين مين الذبيح؟ لا ما فيش سؤال اخير، احنا تجاوزنا الوقت، ده في الساقية بيطفع لنا النور الساعة 9. اعلان بس على النادي يوم السبت. اعلان ايه؟ النادي يوم السبت من غير اعلان. النادي مهندسين. ايوه اه الباشمهندس هو اللي مرتب الندوة بتاعت بعد بكرة في يوم السبت في نادي المهندسين. ستة لا كل ندوات الساعة 7 و7 يعني 7 بالدقيقة. أنا عشان تأخرت كام دقيقة كده رحت متجاوز الوقت بالكام دقيقة دول عشان ما يبقاش حد عايز مني حاجة. شكراً.